شبهنا حتى في اخر رساله ده اثر يقول جملته الشهيره دي معطيه العصير، وهي رد يمكن للعالم اللي خانوه على حد تعبيره. دي معطيه العصير يعني رد عليهم بكليب وسكت عن كل التصريحات. انا هذه هي رجعتي وهي عودتي. بدي اخبركم انه كلمات الاغنيه والحانها هي من الحان سعد البجرد وكلماته ايضا. الاغنيه تجاوزت 8 مليون مشاهده على يوتيوب باقل من 48 ساعه. اصدقاء سعد المجرد